للحديث عن الخلافات بين شركاء العملية السياسية بعد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قرار دفع رواتب موظفي كردستان العراق، معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله، بداية مرحبا بك. لماذا تعتبر الأطراف في كردستان العراق قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قرار دفع رواتب كردستان العراق قرارا سياسيا؟ تحية لك ولمشاهديكم الأكارم ولتاجركم الطيب. أخي فاضل، طبيعة النظام السياسي والكتل السياسية التي تقود السلطة جاءت من بيئة تآمرية على العراق، فبالتالي يتآمرون على بعضهم، هذا أمر طبيعي. وكل طرف يرى أن أي قرار أو أي من محكمة، قرار سياسي قرار اقتصادي، لا يلبي مطامعه، يعتبر هذا تعسفا بحقه من الطرف الآخر. أما لماذا الأطراف الكردية اعتبرت هذا الاتفاق يعني أو القرار قرارا سياسيا؟ لأنه جاء على نقطتين أساسيتين. الأولى هو الاتفاق الذي جاء ما بين الإطار وما بين الأكراد. الإطار الذي مثله في التفاوض هو المالكي والعامري، عندما ذهبوا إلى كردستان لم وجدوا هناك وثيقة أعدها الصدر واتفق عليها مع مسعود، ولم يستطع الصدر تشكيل السلطة، فعرض مسعود عليهم الاتفاقات السرية. الحقيقة هذه الاتفاقات المعلنة هي الرواتب وغيرها، هذه اتفاقات سطحية وغير جذرية. الاتفاقات السرية هي الأخطر في الاتفاق السياسي الذي بينهم، فلم يدم التفاوض ما بينهم ساعات، فوافق المالكي وتم تشكيل السلطة. وهم يعرفون، كل الأطراف تعرف أنه الكذب فيما بينهم وعدم المصداقية يعني أمر طبيعي أن ينقض أي طرف من عدوم الطرف الآخر. لما الطرف الكردي يقول أنه أنا شريك بالمواطنة وحافظ على العراق، هم يعرفون أنه هذا غير صادق، وبالتالي هم لما يقولون إحنا نوفي بعهودنا يعرف هو تماما أنهم غير صادقين. فبالتالي القرار السياسي هذا يعتبر سياسي، إلا وإن جاءت ضغط إيراني على حكومة الإطار على أن يجب أن يتعاقب الكتل السياسية الموجودة في كردستان، لأنها لها ضلع حسب رؤية النظام الإيراني، لها ضلع في إثارة ودعم المتظاهرين الموجودين في الجانب الآخر الأكراد في إيران، ويعتبرون أن يستفادون من المد الجيوسياسي الموجود ما بين الإقليم والأكراد، وبالتالي يعتبرون الإيرانيين أن أكراد إيران يعتبرون أن كردستان هي العامل القولي المادي والمعنوي لهم، فلذلك إيران شجعت الإطار ومحكمته على أن يكون القرار. ولكن هذا القرار أستاذ عبد الله إلى أي مدى يهدد التحالف الذي شكلت حكومة السوداني على وفقه والتي تبناها الإطار التنسيقي؟ إلى أي مدى هذا القرار يهدد التحالف؟ لا هذا القرار ولا غيره، ولا يعني لا قرارات أكبر من هذا لا تهدد أي تحالف، لأنه هذه العملية السياسية بنيت على ثلاث أركان خيانية: الأكراد وما يسمى الشيعة وما يسمى السنة، فلا يستطيعون أن يجلبوا يعني أحزاب سياسية من المريخ ويشتغلوا فيها بالعراق، فبالتالي هم مجبرين. وإحنا سنشاهد بعد شهر أو أقل من شهر وفود من كردستان إلى إيران لإثبات على أنهم أوقفوا دعمهم إلى المعارضين الإيرانيين من جانب الكردي، فبالتالي ستعود الأمور إلى طبيعتها والمناكفات تتوقف والأمور ستنتهي والأموال تذهب. العراق بلد غني بثرواته، ثروات عظيمة وهائلة، هل هذا يعني أن الإطار التنسيقي لا يريد شريكا معه بإدارة هذه الثروات الهائلة للعراق، ومع أن العراق يعني بلد غني بالنفط وبالثروات، والعالم الآن يمر بأزمة ضانكة وضيقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مع ذلك هل هذا يعني أن الإطار يريد أن ينفرد بإدارة هذه الثروات الهائلة؟ الحكومات المتعاقبة، حكومات الاحتلال المتعاقبة على العراق لم تفكر بإدارة البلاد وإدارة ثرواتها، إنما هي فقط جاءت لنهب
هذه ثروات لحساباتهم الشخصية ولحسابات داعميهم اللي هم إيران وإسرائيل وأمريكا. وكل الأطراف عندهم نسبة وتناسب، وبالتأكيد النسبة الأكبر تسرق أكبر والنسبة الأقل تسرق أقل. هذا هو الاتفاق فيما بينهم، فلا يوجد هناك يعني تريد الهيمنة أو السيطرة، هي هذه قسم لهم يا بريمر، وهذه السرقات مستمرة على هالأساس. فلا يوجد تغيير في معادلة السرقات، ولا يحق لأحد أن يحتاج أنه يسرق بالقدر. لو نلاحظ أنه حتى السرقات على مستوى القيادات السياسية، نشوف جماعة الإطار المالكي وغيره مبالغهم ب 300 مليار، وجماعة كردستان بحدود أعلى واحد من عندهم 56 إلى يصل إلى 250 مليار. فإذا نسبة تناسب السرقة فيما بيناتهم، لا توجد هناك هيمنة ولا توجد هناك اتفاقات أخرى غيره، ولا الإطار يريد أن طيب. أن يسرق أكثر. في ظل هذه المعطيات أستاذ عبد الله، ألا ترى أن هناك ربما مبررات تخلق من جديد من أجل الدفع بكردستان للمطالبة بالانفصال مرة أخرى؟ الواقع السياسي الحقيقي يجب أن يكون صريح، يعني على الأحزاب الكردية هي تعرف تماما أن الواقع السياسي في المنطقة وفي الإقليم والعالم لا يسمح لمثل هذه التصرفات، وعليه مصارحة أبناء يعني كردستان وأبناء الشمال على أن هذه الأمور يجب أن تتوقف وأن يكون انتمائهم انتماء وطني. ولا يمكن، هم يعرفون تماما أكثر مني ومنك، عندهم تفاصيل دقيقة. بالتأكيد يعني احنا شفنا الاستفتاء، حتى أقرب حلفائهم إسرائيل لم سطر واحد في إعلامهم لم يقم بالاحتجاب. فبالتالي هم يعرفون أن هذه العملية عملية هم يستخدموها استخدام سياسي لصالحهم. أما مسألة الانفصال فلا، يعني يعرفون تماما ليس لا بمصلحتهم كأحزاب ولا بمصلحة الشعب الكردي، لأن المنطقة لا تسمح والوضع الدولي الآن لا يسمح بمثل هذه الآراء والأفكار على زمن ليس بقريب نهائيا، يعني بعيد جدا. هذا التفكير وهذا الطموح غير مشروع في المنطقة على أثر الواقع السياسي الموجود الدولي والإقليمي. من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لك.